أرح فؤادك من هم الوجودات، وارجع إلى الله عن ماض وعن آت، واستغفر الله من ذنب وقعت به، فالله بالفضل ماحٍ للخطيئات. بموضوع الطيرة، والملك من الملوك خرج في يوم من أيامه للصيد، لما طلع من باب السلاية وقام واجهه واحد أعور، لما شافه أعور تطير منه وتشاءم، قال أول ما واجهني واحد أعور منحوس ناقص الخلق، فاليوم يمكن يكون يومي كمان ناقص السرور، فأمر بسجنه. لما رجع آخر النهار بالعكس صاد كثير وانبسط كثير وكيف كثير. لما رجع وجدانه نخسه انه والله انت ظلمت الفقير، هذا ما له ذنب، وظنيت كذا طلع عكس كذا. امرهم باخراجه من السجن، بلغوا انهم ما بخرج. الملك امر انك تقول لهم ابدا حتى واجه الملك، والا انا بتم بالسجن. حكوا الملك قال لهم جيبوا. قال له انت ليش حبسني هاليوم؟ قال له حبستك انا لما طلعت واجهتني وشفتك ناقص الخلق اعور، قلت يومي كمان بيطلع اعور مثل عينك العوره، واما طلع لذلك امرت باطلاقك. قال له يا ملك الزمان تعطيني منديل امان لاحكي؟ قال له منديل امان احكي. قال له انا منحوس لما انت منحوس. قال له شلون انت لما أنا؟ قال له انت عم بتقر وتعترف انه لما استقبلتني نهارك كان كله سرور، وانا لما استقبلتك راسا على الحبس، فمين المنحوس انا لما انت؟ كان في ديمقراطيه يعني. قال له إذا أعطيتك 1000 دينار شو بيكون؟ قال له إذا بتدفع 1000 دينار بتكون مالك منحوس. إذا تطيرت فامضي، وإذا حسدت فلا تبغي، لا تتعدى، لا تأذي بلسانك، بأعمالك، بمكرك، الله موجود ابني. إذا ما عاقبك بالدنيا الآخرة عذاب الآخرة أشد وأبقى.